بتمويل من منظمة الهجرة الدولية، أقام قسم شؤون المرأة في الديوانية دورة التدوين الإلكتروني لمجموعة من الفتيات الطالبات والخريجات بهدف تمكين المرأة في مجال التدوين والكتابة وحرية التعبير. هذه الدورة اليوم قمنا بها لدورة التدوين الإلكتروني بغاية تفعيل دور الشباب في هذه المدونات لنشر ثقافة السلام بين الشباب أصلا بينهم فيما بينهم أولا ومن ثم إلى المجتمع بشكل عام. الدورة بتمويل من منظمة الهجرة الدولية وتقام في محافظة الديوانية. عدد المشاركات ما يقارب 20 شابة. وتناولت الورشة التدريبية للتدوين دروسا أساسية في دعم قضايا المرأة ومفاهيم حقوق الإنسان وثقافة التسامح واحترام الآخر من خلال تحفيز المتدربات على إنشاء مدونات وصفحات عامة في مواقع السوشيال ميديا. التدوين ومواقع التواصل الاجتماعي هي من الأدوات المهمة جدا للتأثير بالمجتمع، وأدوات إلكترونية اليوم تملك شعبية واسعة في كسب التأييد والتحشيد المجتمعي لمناصرة أي قضية من قضايا المرأة وأيضا تعزيز التعايش السلمي في مجتمعنا. وتعمل الكثير من المنظمات الدولية على برامج مختلفة لتمكين المرأة العراقية في مجالات التواصل والفكر والمطالعة بهدف بناء شخصية يكون لها رأي في مجتمع ذكوري. بعض الفتيات المشاركات في هذه الدورة تحدثن عن طبيعة مشاريعهن المستقبلية في إنشاء المدونات. أقدر أنه أنشر أشياء أنه أوعي بها المجتمع، سواء من ناحية المرأة أو حقوقها أو من ناحية العنف اللي دا يصير بالمجتمع حاليا أو من ناحية أنه تطوير المجتمع معلوماتيا. راح أسوي مدونة تخص المرأة أكثر أو الطالبة الجامعية والمشاكل اللي عانيت بها بالجامعة من ناحية الدراسة، من ناحية التعامل مع الفتاة بالجامعة. راح أتناول هذا الشيء، راح أتناول قضية المرأة بالأسرة وكيف تعامل أهلها معها. دورات تهدف إلى تمكين المرأة في مجال التدوين الإلكتروني وإنشاء الصفحات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والحريات والتعايش وإحلال السلام. من الديوانية ميثم الشباني، الحرة.